فتان يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ذو السويقتين من الحبشة روايتين رواية ابن عباس في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام كأني به، يا الله كأني به، يعني كأني شايفه صلى الله عليه وسلم. ده موضع ما تصليش فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. كأني به أسود، يا الله لونه أسود، كأني به أسود أفحج، يا الله إيه الوصف ده أسود. طب خلاص ماشي عارفين اللون الأسود أفحج. الأفحج المعروف المتباعد ما بين الساقين، متباعد ما بين الساقين اسمه أفحج. هو ده الرجل، وصف الرجل اللي يهدم الكعبة في هذه المرحلة اللي ما يكونش فيها موحد على وجه الأرض. كأني به أسود أفحج يقلعها، يعني الكعبة، حجرا 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 حجرا. في رواية مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم تأتي الحبشة فتخرب البيت تخريبا لا يعمر بعده أبدا. خلاص لا يعمر. فاللي يلحق الآن يستمتع بالبيت يستمتع. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من العمرة والحج والتمتع ببيتك يا أرحم الراحمين. لا تدري، لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة. ثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والخسف معروف، خسف بالأرض، يخسف الله الأرض بأهلها في المشرق وفي المغرب وفي قلب الجزيرة. وإحنا اتفقنا الآن على أنه لا يوجد في هذه المرحلة على وجه الأرض مؤمن موحد بالله جل وعلا، بل شرار الخلق حتى لا يذكر أحدهم في الأرض كلها لفظ الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله. دول بقى اللي يشهد الخسوف الثلاثة، هؤلاء هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة والنار، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. طيب ايه النار؟ قال عليه الصلاة والسلام وآخر ذلك نار، نار تخرج من اليمن، سبحان الله، موطنها أو مبدأ خروجها من اليمن، من قعر عدن، وعدن معروفة واليمن معروفة، تطرد الناس إلى محشرهم، إلى أرض المحشر. انتهت الحياة الدنيا، انتهت العلامات الكبرى للساعة، بدأت مرحلة أخرى تختلف تمام الاختلاف، تطرد الناس إلى محشرهم، إلى أرض المحشر. وتبدأ هذه المرحلة بنفخة مزلزلة تفك أواصر الكون وتدمر عراه، حين يأمر الملك جل جلاله إسرافيل بالنفخ في الصور. صور ايه الصور؟ روى احمد ابو داود والترمذي بسند صحيح ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الصور؟ فقال عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه، قرن زي البوق، زي البوق، قرن ينفخ فيه. من الذي ينفخ؟ إسرافيل. من إسرافيل؟ ملك من ملائكة الملك القدير جل جلاله، موكل بالنفخ في الصور، هذه وظيفته التي خلق من أجلها. جبريل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر والأرزاق، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ملك ساجد لا يرفع رأسه، ملك راكع لا يرفع رأسه، ملك قائم
هذه وظيفته، ملك يسبح، ملك يستغفر، ملك يطوف حول البيت المعمور في السماء السابعة، ملك ملك، كل ملك له وظيفة خلق من أجلها، لا يفتر عن الذكر ولا عن التسبيح، كما قال ربنا جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إسرافيل وظيفته فقط ومهمته فقط أن ينفخ في هذا القرن أو في هذا البوق أو في هذا الصور. كم نفخة؟ ثلاثة على الراجح: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. لا لا، تاني بس بالراحة شوية عشان نستوعب المعاني دي. النفخة الأولى نفخة الفزع: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال سبحانه: ويوم ينفخ في الصور ففزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. طيب إلا من شاء الله، من المستثنى؟ من اللي مش هيفزع؟ قال العلماء: هم الأنبياء والشهداء. وأنا أقول لم يثبت في ذلك كلام عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ومن ثم إلا من شاء الله نقف عندها. كما قال ربنا تبارك وتعالى: لسنا في حاجة إلى المزيد، إذ لو علم الله أن في الزيادة على هذا خيرا لأمة محمد والله لذكره. فلنقتصر على ما جاء في كتاب ربنا، ولنقتصر على ما جاء في سنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. إلا من شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الآمنين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهل التقى لا يفزعون أبدا، أهل الإيمان والاستقامة لا يفزعون أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هم على فراش الموت وهم يخرجون من القبور، ما فيش فزع. يا رب اجعلنا منهم يا رب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هم على فراش الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهم يخرجون من القبور كما قال علماؤنا أيضا في معنى آخر، يخرجون القرفة يبشرون أيضا ببشرى الملائكة لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي أرض القيامة في أرض المحشر: إذا فزع الناس وإذا خاف الناس، وجهنم أتي بها كما سأفصل، لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ومع ذلك الناس في رعب وفزع. لكن أهل التقى وأهل الإيمان في أم إن المتقين في مقام أمين، الله، في مقام أمين، فيش خوف ولا فزع ولا حزن. التوحيد والإيمان والتقى، اللهم ارزقني وإياكم الإيمان والتقوى، واجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ينفخ إسرافيل ملك من ملائكة الله عز وجل في الصور نفخة الفزع، بالنفخة الأولى. يا الله، شوف اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، كما في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود والترمذي بسند صحيح بشواهده من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه واله وسلم: كيف انعم، يا الله، النبي اللي بيقول كده، كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرنة، يقصد اسرافيل، كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرنة وأصغى سمعه، وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر. يا الله، حضرتك استوعبت الكلمات دي؟ استوعبتها يا أختاه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، بيقول كيف أنعم
وقد التقم صاحب القرن القرن، أي وقد أخذ إسرافيل الصورة وأصغى سمعه وشخص بصره أو شخص ببصره، ينتظر متى يؤمر، مستني في كل لحظة لا يطرف، ينتظر الأمر من ملك الملوك جل جلاله، انفخ انفخ نفخة الفزع ليتزلزل الكون، لتتزلزل الأرض. وسأقف معها بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الملك الجليل. ينفخ إسرافيل، النبي يقول كيف أنعم، أنعم إزاي بالحياة وأطمئن، وإسرافيل منتظر في أي لحظة ينفخ في الصور. الصحابة شق عليهم ذلك، قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن من قال ذلك بإذن الله رده الله تبارك وتعالى بأمن وأمان وسلم وسلام، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. النبي خايف؟ ايوه، معقول؟ ما هو حضرتك على قدر حبك لله يكون خوفك واجلالك. قال الحبيب انا اعرفكم بالله واشدكم له خشية، كل ما الحب يزداد، كل ما القلب يمتلئ بالخوف والوجل منه سبحانه وتعالى. وما فيش لم تعرف الأرض أخشى من محمد بن عبد الله لربه جل في علاه صلى الله عليه وسلم، كيف أنعم. النبي يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله جل وعلا. الملائكة تعرف قدر الله وجلاله، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الله وجلاله. النبي خايف؟ أيوة خايف. عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، والحديث في صحيح البخاري، وأختم به حلقة الليلة، لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح، عثمان بن مضعون أول من دفن بالبقيع، عثمان بن مضعون شهد بدرا، والنبي يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثبت في مسند أحمد بسند فيه ضعف، وقد حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن النبي لما مات عثمان بن مضعون قبل النبي عثمان بن مضعون وبكى، وسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه، ويا لها والله من كرامة ومن أمنة ومن شرف. ومع ذلك لما مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال لها الحبيب وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال المصطفى أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لا أرجو له الخير. ثم قال بأبي وأمي وروحي والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، والله ما أدري، الحبيب اللي بيقول كده، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. ما تغترش بحاجة، لا بعلم ولا بعبادة ولا بطاعة، لا انكسر بين يديه سبحانه وتعالى، والله ما هتوصل لله جل وعلا ولرحمة إلا بالانكسار بين يديه وإلا بالذل له سبحانه وتعالى. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلما تخاف من ربنا ده على قدر معرفتك به، خوفك منه على قدر حبك له، خوفك منه جل جلاله على قدر علمك به. أنا أعرفكم بالله يقول مصطفى وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. عشان كده بيقول كيف أنعم، وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر من الله جل وعلا. تعالوا نتوقف مع إسرافيل قبل أن ينفخ نفخة الفزع، لنعيش في الحلقة القادمة مع هذه الأحداث المفزعة. أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي